عربود واهم الاخبار العربيه والعالميه. اهلا خليل. اهلا لميس واهلا بكم، ويلا بينا نبدا حلقتنا واخبارنا للنهارده. سعد الصغير يرفض الاحتفال بعيد ميلاده. اخويا محمد ده توامي، فكان هو اللي بيعملوا لي، فمن بعيد انا ما بعملش عيد ميلاد خالص. جورج ساره يدعو للحب من باريس. حبوا الحياه، حبوا بعضكم. ايه اللي بيحصل مع ايد شيران؟ عربود حصريا في الاستوديو مع عبد الباسط حموده. اوعى تعمل نفسك بره، خليك واضح في النور. حفل جماهيري يجمع نصيف زيتون وابو محمد خير. ياسر جلال رفض يحلق دقنه. اصل الدقن طالعه موضه بشكل عام. مساء الخير مرة تانية، وهنبتدي حلقتنا النهاردة من حفل سعد الصغير ونور في نادي الشمس، واللي بيعتبروا زملائه انه من المحظوظين بسبب ظهوره المتكرر مع مايا دياب. هو بصراحة يا بخته، ده بيشوف مايا كل شوية. خلونا نروح بقى لنور اللي شارك سعد الصغير الحفلة. أول ما وصل الجمهور اتلم عليه، وطبعا كانت أكبر فئة هي من فئة الجنس الناعم، والكل بقى عايز يتصور معاه. تفاصيل الحفل وجديد سعد الصغير ونور هنعرفهم حالا مع بعض. أول حاجة منورنا والله العظيم، أحلى عربود وأحلى روتانا منورنا. سعد اول ما طلع على المسرح الجمهور اتفاعل معاه بشكل كبير. وعمل حاجات ما ينفعش نحكيها، لا لازم نشوفها. وكشف لينا عن الديو الجديد مع مايا دياب. فيديو تانو مايا دياب بإذن الله هتبقى هي هتغني لبناني وأنا بغني مصري إن شاء الله. أنا هغني شعبي وهتغني غربي سنة شوية. ورغم إن عيد ميلاده مر عليه أيام، إلا إنه قرر ما يحتفلش بيه. عمري ما احتفل بعيد ميلادي، انت عارفه طبعا والدتي متوفيه، وانا اصلا من قبل والدتي متوفيه انا عمري في حياتي ما عملت عيد ميلاد، لان لي اخ اخويا محمد ده توامي، فكان هو اللي بيعملوا لي، فمن بعيد انا ما بعملش عيد ميلاد خالص. الجزء الثاني من الحفل كان مع الفنان محمد نور، اللي بمجرد ما وصل الجمهور كان عايز يتصور معاه. انا لسه واصل اهو، وان شاء الله الحفله تطلع حلوه، والناس يعني انا نفسي اتصور معاهم واحد واحد الصراحه. وغنى نور مجموعه كبيره من الاغاني الرومانسيه. وعنده أخبار جديدة كشف لينا عنها. عندي فيلم لوحدي اسمه حفيد تيتا، إن شاء الله هنعمله، هنشتغل فيه الشهر الجاي، وعندي إن شاء الله الألبوم بقى هينزل بإذن الله في العيد الصغير، آخر معاد يعني المعاد الأخير يعني إن شاء الله. دي بمواقف مثيرة للجدل، كان أولها خبر خطوبته وبعدين قرار اعتزاله الغناء. إد شيران للأسف ما قدرش يستلم جائزته في حفل الجرامي، يا ترى إيه اللي بيحصل معاه؟ أطل علينا إد شيران مع تايلور سويفت مع بداية عام 2018 بأغنيته إند جيم، لينبهر جمهور الثنائي بتعاونهم ويشيد برغبته بتكرارهم للتجربة. ثم عاد إد شيران وفاجأ الجميع بخطبته، حيث قام بنشر صورة بتجمعه مع حبيبته على إنستغرام معلنا عن خطبتهم، وقال: حصلت على خطيبة قبل بدء العام الجديد ونحن بقمة الحب والسعادة. وما هدية الأحداث هون، فإد شيران سيطر على عناوين الصحف الرئيسية مرة أخرى
بقرار الاعتزال، فقد صرح أنه رح يعتزل الغناء مباشرة عقب حصوله على أول طفل من حبيبته. كل هالأخبار ارتبطت بآد الفترة الماضية، إلى أنه عدم حضوره حفل الجرامي، وهو الحفل يلي بينتظره الجميع كل عام لاستلام جائزته، كان له الصدى الأكبر. جائزة نفس عليها الكتار من شباب جيله كابينك، ليدي غاغا وكاشا، وتفوق عليهم أتشيرن وفيس بأهم جوائز البوب، ومنها أفضل ألبوم بوب عن ديفايد وبست بوب سولو بيرفورمانس عن شيب أوف يو. أتشيرن برر عدم حضوره للحفل بسبب النوم، فقد ذهب بنوم عميق منعه من الحضور، حيث نشر شيرن صورة لبسينته على إنستغرام من بعد انتهاء الحفل وعلق: استيقظت على خبر فوزي بجائزتي غرامي الليلة الماضية، هذا قطي الصغير يحتفل ويرقص، أحبكم جميعا. بعد الفاصل، أبو يرد على اتهامات سرقة 3 دقائق من أغنية أسبانية. خلي اللي يقول يقول. كيف ردت شيراز على تشبيهها بإليسا؟ ما بيعني له. عربود حصرياً في كواليس عرض أزياء جورج شقرة من فارس فاشن ويك. هالمرة يمكن كانوا in a different way. نجوم المغرب رجاء وعمر يعلنان: نحن من فانز شيرين عبد الوهاب. جربت فاز ما تحسن تمشي في شوارعها وتشكيلها. أغنية كازا نوفا هي الديو الجديد بين إساف وعبد الباسط حمودة، واللي اعترف لعربود إن إساف طلب منه يعلمه إزاي يغني شعبي. وزي العادة إحنا كنا في الاستوديو مع عبد الباسط حمودة وإساف حصريا أثناء تسجيل الأغنية الخاصة بفيلم صباح الخير، فخلونا نشوف مع بعض التفاصيل. وبنات حسيسة قوي وبنات رخيصة قوي. كازانوفا ده اسم الديو الجديد اللي بيجمع ما بين إساف وعبد الباسط حمودة لأول مرة في فيلم صباح الخير. أول عمل يجمعني بحد أنا بحبه على المستوى الشخصي وحد بحبه فنيا، أول مرة أعمل ديو بيني وبين حد بيقدم لون تاني غير اللي أنا بقدمه. إساف عايز أخش في مرحلة الشعبي، بقول عايز أتعلم الشعبي، فهو جابني أنا عشان أنا أديله درس في الحياة وأعلمه الدنيا فيها إيه، وهو الفيلم مطلوب كده عشان انا اقول له لو انت كازانوفا. حتى وجود ديو بين إساف وعبد الباسط فكره جريئه من صناع العمل. جايبين فنان عبد الباسط حموده عشان خاطر ستايل شعبي مع إساف طبعا ستايل رومانسي جميل، فالاثنين عاملين دويتو حلو قوي وفكره جديده وان شاء الله تعجب الناس. يعني اوعى تعمل نفسك مرن، خليك واضح في النور. والله الاغنيه دي انا لسه حافظ الكلام النهارده وبغنيها، لان الكلام انا ما كنتش حافظه وما كانوش كتبوه. ما تعم تبص لنا اصله ادب اخلاق وجمال. إساف نشر على صفحته على انستغرام صوره من كواليس الاغنيه وكتب عليها مع حكمدار الاغنيه الشعبيه وحبيب الملايين عبد الباسط حموده. كازانوفا مش أول ديو لعبد الباسط، فهو قدم قبل كده مع نيكول سابا ودنيا سمير غانم وكايروكي، وشاف إنه كان ليه دور كبير في نجاحهم. ده هما مش ورا السكة بتاعت أنا، يعني أنا لما نيكول سابا عملتها ودنيا سمير غانم أبوها حبيبي جدا والبنت بتحبني جدا ومؤدبة ومحترمة وفرقة روكي باين ولا كاريوكي عملت معاهم برضو نجحتهم الحمد لله. بعيدا عن الفيلم والأغنية، إساف صرح بأنه مش هيقدم ألبومز مرة تانية. مش عايز أعمل ألبومات تانية، تاخد مجهود كبير من عدد من السنين وفلوس كتير قوي وبتغيب عن الناس سنة وسنتين، وفي الآخر الناس بتشوف الأغنية متصورة بس، فأنا عايز أركز الأغنية متصورة بس ويبقى ده التارجت بتاعي إن شاء الله. في فيلم صباح الخير بيشارك إساف البطولة إلهام عبد البديع وراندا البحيري وأحمد التهامي، ومن إخراج أسامة فاضل، ومن المقرر عرضه في شم النسيم، وبنتمنى لهم كل التوفيق والنجاح.
وصل الثنائي المغربي رجاء بالمير وعمر للقاهرة لإحياء أول حفلاتهم في مصر، واللي استغلوا وجودهم هنا عشان يحضروا مفاجأة جديدة، وأكيد طبعا هتحقق نسب مشاهدة عالية على اليوتيوب زي ما تعودنا منهم. المفاجأة هي احتمال تحضير تريو بيجمعهم بأمينة، فتخيلوا إن الأغاني اللي بيقدمها عمر ورجاء مع الستايل الشعبي بتاع أمينة أكيد هيكون خلطة غنائية جديدة جدا. إيه اللي قاله عمر ورجاء عن زيارتهم لمصر وكمان كلامهم عن الأكل المصري؟ تعالوا نشوف مع بعض. Now guys, we do exist in Cairo. Now guys, we do exist in Cairo. حاسب الشارع. Okay. خلاص سوري. أخيرا تواجد الثنائي المغربي عمر ورجاء بالمير لإحياء أولى حفلاتهم الغنائية بالقاهرة. ليش تغدروا تخونوا الدنيا رايحة وفايتة؟ أنا رأس السنة بشرم الشيخ أول مدينة زرناها بمصر، وبعدها جينا القاهرة مدينة زوينة بزاف، خلصنا حفلاتنا الحمد لله بنجاح. الثنائي كانت بدايتهم من خلال كليبات حققت ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب. أنا كنت غنغني الأغنية وحدي، راح للستوديو أنا حبيت يعني حبيت أشوف الجو وكذا، غنت بس كوبلي فخلينا هذاك الكوبلي وبعدها عملنا مال الزين اللي كانت أغنية بالطب يعني كانت أغنية يعني اللي أكثر أغنية نجحت فينا نفتخر فيها. وكان واضح إنهم ما خدوش وقت طويل للتأقلم على أجواء الشارع واندمجوا سريعا. عمرو ورجاء من محبي شيرين، وده اللي ظهر خلال كواليس اللقاء. وما شربتش من الها طب جربت تغني لها، جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي لها. مش بس اغاني شيرين اللي اثرت فيهم، دول كمان وقعوا في حب بعض الاكلات الشعبيه المصريه. دقت ملوخيه، دقت عجبني فول مدمس، باميه فول مدمس الطعميه والحاجات دي يعني. زي ما كان في اوقات مرح ورقص وغناء يدفع كده طب يردكوا كده، كمان كان في مشاغبات ومواقف تندرج تحت بند شقاوة اخوات. يقولون انك واحد فاشل من غير رجاء بالمير، صح؟ افرض انت الفاشله يعني. لا لا انا في قله احترام بس ويزعق يعني بس كنترول مادي دلوقتي وانا اروح خليكم معاك دلوقتي. الاجواء المصريه اللي عاشها عمر وشقيقته رجاء غالبا شجعتهم على التحضير لعمل جديد مع مطربه مصريه، مع مزه مصريه كفيل حنطور. ان شاء الله في يعني قاعدين نفكر قاعدين نفكر فيه مع الفنانه امينه ان شاء الله حبيبه قلبي، وان شاء الله نتوفق فيه ان شاء الله ان شاء الله. ورغم ان اللقاء كان ممتع جدا، لكن كان لازم نسيبهم علشان يكملوا جولتهم في شوارع القاهره. باي باي بسلامة، باي باي بسلامة، باي باي بسلامة، باي باي بسلامة. بعد الفاصل مصمم الازياء اللبناني العالمي جورج شقره يكشف تفاصيل حرب جديده بياخدها. هو هيدا بيصير ديلام يعني بيصير معركه. في راس تفجر مفاجاتها الجديده في عربود. سوت فيديو كليب ما حدا بيعرف عنه شيء. ياسر جلال رفض يحلق دقنه. اصل الدقن طالعه موضه بشكل عام. حرص الكثير من مشاهير هوليوود على الإعلان عن ارتباطهم العاطفي كنوع من لفت الانتباه بظل اقتراب يوم الحب واللي هو 14 فبراير. وأجا بصدارة هؤلاء النجوم توني ماكغال وكاترينا بالف اللي أعلنوا خطبتهم بداية شهر يناير، وظلت علاقة الثنائي توني وكاترينا بعيدة عن أعين الجمهور على مدار العامين الماضيين، إلى أنهم ظهروا سوا بحفل جوائز أوسكار وايلد لعام 2017. كذلك جوينيث بالترو اللي أعلنت خبر خطبتها من براد فولتشاك بالعدد الأخير من مجلة جوب خلال الشهر الحالي. جوينيث وبراد يلي ارتبطوا لمدة 3 سنوات قبل خطبتهم تعرفوا خلال تصوير الحلقات الكوميدية جلي عام 2014، وقرب نهاية العام الماضي أثار الثنائي شائعة خطوبتهم،
وكانت جوينيث متزوجة سابقا من نجم فريق كولد بلاي المغني كريس مارتن من عام 2003 إلى 2016 وأنجبوا طفلين. أما أليكسا راي جو فقد أعلنت خطبتها من صديقة راين غليسون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بعد ارتباط دام 5 سنوات. أليكسا هي الابن الوحيدة لبيلي جول وكريستي برينكلي يلي انفصلوا عام 1994. وأخيراً باريس هيلتون أعلنت خطبتها من كريس زيلكا عبر تويتر من بعد ما طلب إيدها مع تقديم خاتم عيار 20 قيراط خلال رحلة التزلج لإلون بأسبن، كما قالت إنها عم بتخطط توضع لقبه بدلاً من لقب عائلتها الشهيرة. دلوقتي نروح على بيروت عشان نشوف مقابلتنا مع الفنانة شيراز اللي حسمت في لقائنا معاها مسألة تشبيهها بالفنانة إليسا. ده غير تفاصيل فيديو كليب عن أغنيتها الجديدة، فخلونا نتابع مع بعض التقرير اللي جاي مع شيراز. أنا اسمي شيراز، يعني اليوم نحن غير أنه من رافقك ببيروت ومن رافقينك بعمان، عم تشارك بمعرض العروس بعمان وهذه السنة الثانية على التوالي يلي بيعملوا في هذا الإيفنت، قد إيه مبسوطة اليوم وخبرينا هيك عن التكريم اللي حصلت عليه من هالمعرض. أول مرة بكون موجودة بسلطنة عمان، كتير حلو الفاشن شو اللي صار والبرفورمانس اللي غنيتها. بعرف منا هينة تطلع اليوم غنية تنعرف بكل الميدل إيست، يعرفوها العالم يعني الابعاد عن الريجون اللي نحن فيها، مش بس انه سوريا ومصر ولبنان، لا كل العالم العربي بيعرف الغنية. سو عن جد بيكبر قلبي وهذا الشيء بيشجعني لحتى اشتغل اكثر عن الموسيقى اللي عم بقدمها. كيف بدك عني تغيب يا حبيبي لما تغيب، انا كيف بدك عني تروح. وحالياً عم تحصد شيراز نجاح أغنيتها الأخيرة سهر سهر. يعني أنا ما تنسى سهر سهر، أدي أخذت مني شغل كتصوير وتسجيل وماركتينج، هدول كلهم شغل عليهم أنا بنفسي. أنا صار لي أسبوع برا لبنان فما كتير عم بقدر أخذ الفيدباك مثل ما لازم. وكشفت عن مفاجأة خاصة لأربود. صورت فيديو كليب ما حدا بيعرف عنه شيء نهار الجمعة اللي هادي فات، والمخرج هو وليد نصيف. صورت أغنية مروان خوري، كلمات وألحان مروان خوري الفنان الكبير، وبتنزل على فالنتاين إن شاء الله. بجد حقيقة أنا عايشة معك أحسن. وكيف ردت شيراز لما سألناها عن تشبيهها بالفنانة إليسا؟ ما بيعني لي، لا. شخصية إليسا بتزعجك؟ ما حسني، ما دخلني، بتصطفل. وكانت خجلانة كتير لما سألناها عن البوي فريند المنتظر. بركة ما بدي أقول السؤال. فيك تنسحب؟ مبين على عيونك لا. لا ما في. لا ما في، هلا لبسة أحمر. إيه على فكرة هاي تاني مرة بلبس أحمر بخلال أسبوع واحد، بس لا ما في. قمر بدور على نجمات الليل وبزوقهم بالفرح. اسمعوا أغنيتي الجديدة شو بعمل بهالقلب، هدية مني لألكون على فالنتاين. وين جنونك وين هواك؟ من بيروت لباريس مع بلال العربي، ولسه مكملين لقاءاتنا الحصرية وتغطيتنا لباريس فاشن ويك. النهاردة معانا مقابلة حصرية مع مصمم الأزياء اللبناني العالمي جورج شقرة من مجموعته الجديدة واللي بتحمل شعار الحب. Je suis
suis monté dans ce train. Je n'avais pas de ticket. Jusqu'ici tout va bien. On m'a dit qu'il fallait pas flipper. Et je vois que les autres. George, ألف مبروك على الكوليكسيون. Merci. عن جد بتعقد. Beautiful, beautiful. I think اليوم انت عطيت درس للعالم كيف بيعملوا tailored collection مش patchwork من هون ومن هوني. انا عم بحب بحكي عن الحب وال يعني حبوا الحياة، حبوا بعضكم، نحب بعضنا يعني كيف. فمن الحب عادة بيعطي فريشور، يعني بيعطي نضارة، بيعطي قوة، بيعطي. فالكوليكسيون بتعبر عن هاي القصة يعني، مشان هيك ما فيها من هون ومن هون يعني، فيها طبيعية يعني. حسيت انه حطيت لو باكي شويه، كان في تكستشر، كان في اقمشه، كان في رسم، كان في اشياء كثير. يمكن لا معقول معقول ما بعرف، ما هو حسب اوقات لما نحب الكوليكسيون بنلاقيها انه مع انه نفس التكستشر بستعملهم كل مره يعني، بس هالمره يمكن كانوا ان ديفرنت واي يعني بطريقه مختلفه. لشو اخترت انه التام يكون عن الحب، عن حب الحياة؟ واي؟ ليه؟ بلال نحن عايشين بعالم مهضوم يعني، كان عالم عربي ولا عالم اجنبي يعني، انه بشكل عام العالم كله عم يغلي يعني، فبدك تهرب بالمحل يعني، انه مش 10 دقايق بدك تهربهم لتعيش بمطرح تاني. جورج، بعرف انه انت كثير بتعيش مع المجتمع بتاعك وبتعيش كثير مع الشيء اللي صاير فيك، كيف تعزل حالك لتعمل هيك بيوتيفول كولكشن؟ ليك هو هيدا بصير ديلام يعني، بصير معركه انا والكولكسيون يعني، بشوف شو عملت قبل برجع بدي اعمل شيء احلى، فبتصير في معركه صراحه معركه يعني. باكي رسم والاستوديو باكي رسم عامله مشتغل، بس بالاخر خلص بصير في ديدلاين، وعلى الديدلاين يعني بدك تقرر، يو هاف تو ديسايد يعني. فهلا كان فيري ليت ديدلاين. بيوتيفول. I'm color blind to the whole world. All I see is love. I walk around with it all on my shoulder for the both of us. I'm a traveling, traveling man. Love the universe to win. بعد الفاصل، ما هي الأغنية التي جمعت محمد عدوية مع أبو؟ نسافر وفاكر حترتاح هناك. ياسر جلال يقلد أحمد السقا في الأكشن وبيقولها بصراحة دوبلير. لا والله أنا مش عارف إيه اللي خليني جننت وعملت كده. ورجعنا من الفاصل لمقابلة حصرية مع النجم ياسر جلال اللي فاجئنا برفضه استعمال دوبلير في مشاهد الأكشن اللي بيعملها بنفسه. والمفاجأة الأكبر إن ياسر رغم لياقته ما بيحبش الجيم وبيلاقي الرياضة حاجة صعبة قوي. مفاجآت كتير جدا مستنيينها وكلام أكتر في اللقاء اللي جاي مع ياسر جلال. طول الوقت بتتعاملي مع مجرمين. اللوك مهم جدا في حياة أي فنان، وتحديدا ياسر جلال اللي أصبحت اللحية جزء من شخصيته مؤخرا وغالبا بقى بيتفائل بيها. والله هي أصل الدقن طالعة موضة بشكل عام، يعني الدقن طالعة موضة بأشكالها المختلفة. هي لما كنا احنا عملناها في زون الرئيس كانت هما شافوا إنها الشركة المنتجة ماشية مع شكلي، فحبينا إن احنا نغير فيها شوية بما يتناسب مع الشخصية، يعني بالعكس هي مناسبة جدا لشخصية رحيم. وسبب التفاؤل ده هو نجاحه في ظل الرئيس، فقرر يطولها أكتر السنة دي في مسلسل رحيم. لا هو مختلف تماما عن ظل الرئيس يعني، يعني الدنيا مختلفة. الجو بس القصد الشعر دي بس ما ينفعش مع ساعة، أنا ساعان جدا يعني الهواء جاي من كل حتة. في ظل الرئيس كانت أقل وكانت كلها تقريبا متساوية يعني، لكن هنا دي مختلفة شوية، قصة الشعر مختلفة، فيعني ربنا يسهل بس عشان تبقى مناسبة للشخصية. مش بس ياسر جلال اللي شفناه باللوك ده، فنانين كتير في رمضان اللي فات لعبة اللحية دور حيوي في أعمالهم. مشاهد الأكشن في أي عمل عمرها ما بتكون سهلة، وتحديدا لما ما يكونش فيه دوبلير. والله أنا مش عارف إيه اللي خليني جننت وعملت كده. كنت عاقل ودايما اقول لهم يا جماعه ماله التمثيل اللي على القاعد، يعني احنا كنا بنقعد بنمثل
مكتب قاعدين على السفرة بتعملوا بقى الجري والتنطيط والشقلبة. هو مش كتير بس هو صعب ومهم وهو مكلف، فإن شاء الله هيبقى يعني في مكانه مناسب. هوليوود مليانة نجوم أكشن عظماء كتير، ومع ذلك ياسر ما بيشوفش فيهم الرول موديل بتاعه. والله أنا راجل فخور بمصريتي وعروبتي فبص للريفرنس عندي في مصر بقى. يعني احنا نجومنا، تاريخ السينما المصرية مليان بالنجوم الكبار. يعني عندك النجم أحمد السقا والنجم محمد رمضان وطبعا النجم عمرو دياب الكبير، طبعا النجم الكبير عمرو دياب. خلونا نختم حلقتنا النهارده من دبي وحفل جماهيري جمع ما بين نصيف زيتون وابو ومحمد خيري. كان لينا لقاء مع محمد خيري اللي ولع الدنيا بالقدود الحلبيه والموشحات القديمه، وطبعا الناس كلها كانت مستنيه ابو في ثلاث دقات. البدايه كانت مع ابو، وطبعا بالاغنيه اللي اشتهر بيها مؤخرا ثلاث دقات. أبو كان لي رد على الناس اللي قالوا إن الأغنية نجحت فقط بسبب مشاركة يسرى فيها. طبعا نجحت عشان ظهرت فيها الفنانة يسرى، أنتم مستكترين يعني إن الفنانة نجحت لكل عوامل الحب الصراحة. كمان اتهم مؤخرا بسرقة ألحان ثلاث دقات من أغنية أسبانية بكل تفاصيلها. جوني عواد فنان لبناني وهو مدرس لغة أسبانية، وعجب قوي عجبه جدا ثلاث دقات لدرجة ان هو ترجمها وسجلها بمزيكا ذو طابع أوروبي، بعتها لي وقال لي هي دي انا عملتها عشان حبيت ثلاث دقات، فقلت له عجبتني جدا وهي من احلى الكفرز اللي اتعملت الأغنية صراحة. خلي اللي يقول يقول. ثلاث دقات كانت مجرد بوابة خروجه للجمهور، لكن أبو قدم أعمال سابقة مهمة جدا. نسافر وفاكر حترتاح هناك وتاخد صحابك وحلمك معاك، دي أغنية اسمها مسافر، غنيتها دوات مع الأستاذ أحمد الفنان العظيم أحمد عدوية. ومن أهم فقرات الحفل كانت فقرة لمحمد خيري واللي أبدع في أداء الموشحات والتراث الحلبي، الخط الفني الأهم بالنسبة له. بلشت بلاين عمره 7 سنين وعرفت فيه، ماني مضطر هلأ أطلع عنه، إذا بدي أعمل شيء هلأ الخاص بدي يكون ذات الشيء بيشبهه ولو تقريبا شيء 70 أو 80% تقريبا. محمد كان ليه تصريح قوي وصف فيه رأيه عن حالة الفن في الوطن العربي حاليا. فن مات من 10 سنين وأكثر. هلأ زمن الأغنية اللي هي بتاخد 3 شهور 4 شهور بعدين بتختفي. الحفلة كانت مع نصيف زيتون بأحلى المواويل وباقة من أغاني اللي عشقها الجمهور. ولكن في آخر الحفل نصيف رفض إجراء أي لقاءات وقال إنه تعبان جدا. ولحد كده وتكون حلقتنا خلصت. ما تنسوش تتواصلوا معنا على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي او على روتانا.net. شكرا للمتابعه، استنونا بكره.